فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا يسأل يقول: هل الشرك الأصغر يدخل تحت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ والله العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال أنه يدخل ولكن لا يخلد في النار، يعذب لكن لا يخلد في النار، ومنهم من قال أنه يدخل تحت مغفرة الله ويغفر لصاحبه، والله أعلم. والراجح والله أعلم هو الأول، أنه ما يغفر لكن لا يخلد صاحبه في النار. نعم.